بليز الواقعة في أمريكا الوسطى تواجه عدة تحديات جغرافية تؤثر على تنميتها. تقع بليز على ساحل البحر الكاريبي، مما يجعلها عرضة للتأثيرات السلبية للأعاصير الاستوائية. الأعاصير مثل إعصار إيتا في عام 2020 تتسبب في أضرار هائلة تشمل تدمير البنية التحتية، الفيضانات والانهيارات الطينية، كما تؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية وتلوث المياه. من ناحية أخرى، يرتفع مستوى البحر بشكل مستمر، مما يشكل تهديداً للمناطق الساحلية. بين عامي 2002 و2023 ارتفع مستوى البحر بنحو 3.5 مللمترات سنويا. هذا الارتفاع يسبب تآكل الشواطئ، غمر الأراضي المنخفضة، وفقدان المواطن الطبيعية مثل الشعاب المرجانية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني بليز من نقص في الموارد المائية في بعض المناطق الداخلية، حيث يمكن أن تصل نسبة الجفاف إلى حوالي 15% في بعض السنوات. هذه العوامل تجعل من الصعب تحقيق استدامة بيئية واقتصادية في البلاد.